ربما لدينا وجهات نظر حول إيران وغير إيران. حضرتك ممكن تكون عندك وجهة نظر في العلاقة مع تركيا أو قطر، وفلان عنده وجهة نظر في الدور السعودي في العراق، وأنا لدي وجهة نظر حول الدور الإيراني في العراق، مع ملاحظة أعطيك معلومة. أنت يعني حاولت أن تغمز من موضوع إيران، من قال لك هو متفق معك؟ قلت له لا، هو موضوع إيران. أنا في إيران كصحفي رحت انسجلت في إيران سنة بالانفرادي في إيران، يعني أنا لدي موقف من إيران، لكن إيران وقفت إلى جانب بلدي في قضية داعش. فالذي اقترح الانتخابات في الربيع هم مو إيرانيين، هم عراقيين، هو السيد هادي العامري شيخ المجاهدين الذي كان يجاهد ضد داعش، بينما حضرتك وأنا واحد من الناس قاعدين في دول مرتاحين، لم نرفع هذا السلاح ولم نحصل على شرف أن نشارك لا في المقاومة المباشرة العسكرية ضد الاحتلال، ولا في مواجهة حركة الإرهاب التي قادتها داعش بإشراف أمريكي مباشر.